مفيش مقصدي انت افريقيا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعصى آدم ربه بأكل الشجرة. دارك إخوات. بلي. فغوى. بلي. فظل عن المطلوب. بلي. أو بقصي خوي لو يخوارد ببيت أبدي. بلي. إيش كشيلة دزنها. بلي. وخاب حيث طلب الخلد بخيبة مندو رسواه حيث طلب الخلد بأكل الشجرة. بلي. بدل أكل ويستي بداري بدار خواردنا ببيت أبدي. بلي. أو معنى غوى غوى عن المطلوب. بلي. غوى عن المطلوب. بلي. وعصى آدم ربه فغوى معنى عن المطلوب. بلي. معنى لأبديات يكي ذات العصا. بلي. أو لو أبديات إخوان. بلي. أو إيش كشي لو نفس السريع. أو لا أو عن الرشد. غوى عن الرشد. عن الروا عن الرشد أو الريخود ببيني. بلي. ريخود ندبيني إيش غرتك. بلي. حيث اغتر بقول العدو يسوب أقصد دشمني. يرد أقصد دشمني. أوكي. بلي. وقرئ فغوية عندك غوية دخين بقية يبقى نية لأن البقاء يبقى أوش أوها غوية لأن غوية لغوية معناسية من غوية الفصيل لغوية الفصيل والجداية إذا اتخم من ال من ال من اللبن أجر عندي شيري بخوا زجي حرف فندميو استاكا درن 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 تسكر دي أو يكمل معدي وش تبدأ سيلة قواردن واردنه التسمم أتلا التسمم يكر دي عندي قوارد عندي قوارد تسمم يكر أو داري عند قوارد تسمم يكر أو هذا معنى اللي دايته زمخ شري داري والله يو تفسير تفسير شينا شيرنا داري درم ناكري فعشان دقر آية كاين ديش رقنا كبي أو آية كان عموي سورة تاها آخيري ألفا وغوى وشي ضحى ضحى هذا عموي آخيري ألفا هو غوية الرغنية وتفسير كش الرغنية ومفسرش بالرازينينا إيه وفي النعي عليه بالعصيان والغواية بلي ويتعالى نعي لسر حضرة آدم ذكى نعي بلي نعي بويدر وشيك قمر خرق سردول كيف سدامري أنه خواي قورا خواي قورا وشي مرن تشويه نبيك سويليه كشي بيتوا ممريك نورو لوكا أوش أوها يا خواي تعالى بزانا بعسي حضرة آدم ذكى فرمي وعصى آدم ربه فغوى. أولى أمر خوي تعالى درسه. أو ظالمه. كأنما ظالمه. وخوي تعالى باسي دكا يعني نابا وابكا. برياء وينك كذبا مخابر. بلي. مخابر له آدمي كو أو شيء معنى أوي. إذا خوي قول زل زلاله بعسي عصيان وبعسي غواتي حضرة آدم دكا مع صغر زلته. بلي. خوز الشيء عنده قورشي نكر بلي عنده قوري نكر لا بيرسو بلي لا بيرسو بخسي دشمن يكر لا بيرسو الشيء وهم هم نبو بلي شنو كتش قال اجا هنزير بو اجر داري قنمي بو شي هاني ابو الشيء وهم هم نيا بران امر يجبو بران لبن عنده تعظيم لزلتي بلي هو تعظيم الزلتي يعني قناعك على سنك سكبيلو ادمي قوريا كتش في غنبر من بو امن اختيارم كدو بابا قوربو لو بشري امن دامنا ابو اختيارم كد ملائكة أبو سدان لو بدهم رزم لنا كود شو بقسم منك بقسم دشمني بك وزجر بليغ بليغ لأولاده عنها بلي. معنى أولاده ويش بعد زار شديد وين كان بعد في الجورة تانو قوة كن نقول شو أنا كان تماينا رمزوز خايت على دواي أربع شادوا ثم استباه ربه خايت على اختياري كده واستفاه وقربه بلي. بالحمل على التوبة التوبة كر والتوفيق لها خايت علىش توفيقي كرد وموافقي كرلو توبي خواهي تعالى ورقرتو من زبي إلي كذا فاجتبيته زبي إلي كذا فاجتبيته أو تشتيلو من اختيار كرد أمنش اختيار كرد معنى فاجتبيته دبيت متابعات زبيه ثم استباهو أوش متابعة من نسيتي أجبار ها؟ من؟ أجبى إلي فاجتبيته ايه؟ من زبية
أسبابا ثلاثي مزيد فيه له. من زبية إلي كذا. غير من زبية يقول يفتح على دبي تمتاعي فعلى إمام صلى الله عليه وسلم. زبي إلي كذا، زبي إلي كذا، أختير لي، زبي إلي كذا. بلى. أو هذا لي. أي أختير لي فاستبيته فاخترته. نبه به على أنه متابع الزبية. متابع الزبية. زبية. زبي إلي كذا فاستبيته. بلى. مثال شبيه نايته. زبي إلي كذا فاستبيته. بلى. مثل بلي. مثل زليت على العروس فازتليتها زليت على العروس يعني بوكا كان لهم رازان دو فازتليتها منش اختياري كدو قدام السلام معني اوي معنا منش اختياري ادم كدو مقصدك اوي واصل الكلمه واصل الكلمة الجمع الجمع ومعنى جمع أو إيش معنى جمع صفات حميدي لهات زي آدم لو يعمل هر مجاهد فتاب عليه إخواته بقبول كن فقبل توبته لما تاب وعاد إلى الثبات على توبته والتشبث بأسباب العصمة سنش حول دالو أسباب العصمة ولبر خواهي قورة فارة وعون دقريا خواهي تعالى توبي قبول كن قال اهبطا منها جميعا لو زهرنا عردي أمو لو خهرنا عردي هردوك هردوك شو شو آدم وحواء إيه الخطاب لآدم وحواء أو له ولو لإبليس يعني دمو بخوبة شيطاني هرنا هرنا أو الشيطان لسه مسلد بيقش لبيا قال لأخوه بلي ولما كان بلي أصلي الذرية ولما كان بلي آدم ولما كان بلي. إيه هولدو تشيان بلي أصل الذرية بلي أصل ذرية بلي خاطبهما بلي. مخاطبتهم بلي. عين خطابي دقيق كنت نمشي مخاطبة ذريتي بلي. فقال بعضكم لبعض عدو هندق له هندق كان دشمنا هو التأييدي أو إذا كاك مقصد في عدم وحواه بلي هذه أنا أصل ذريتي بلي كل شيطان هونيا بلي ولما كان أصل الذرية تنشي أو أن أصل بني آدمين خاطبهما مخاطبتهم كأنه خواهي قول قصيدك هم عالم دكا دفني بعضكم أقنا دي قد بعضكم مالي بعضين بعضكم لبعض عدو دشمن لوسى لأمر المعاشي لو دنيا لو دنيا كما عليه الناس من التزادب والتزارب والتزارب والتحارب والتحاربي التزازب راتشش راتشش شو شر راتشش راتشش شو أو أنا التحارب شر إذا كانوا شر إذا كانوا أصل الدنيا زارف شيء وده غري هنا وتقسيم ده كل اللي الذي وخانه بفردوا ده غري هنا ولو عالم بلاش ده غري كان تقسيم كده دي فردان سليم كي متى أنا فرد كش بشين ده كده حلو دو كسان فردك فردك إيه فردك لو دو كسان ده بالو خو بيج مين بيج نه هاتن دو كس أو قتي لو من أول قتي لو من راشش راشش فرد على نه هذا كده درا دران ديا هو التعارب التزازبة هو التزازبة من التزازب والتحارب أو لاختلال حال كل من النوعين بواسطة الآخر يعني أو زاري معنى بعضكم لبعض عدو
معنى وزع تان شفر زدبي أو دون وعيا دقر يقدي تأثير يقدي دا كان وكو شيطانو بني آدم أول لسا معنى دوام إحبتا دقر آدم إبليسي دائم إبليس دائما عزدك أو لو ينهم أزمائين إيه أوانش توبي دا كان أو في عزز دبي أو زا أو دائما لو تشش أو بودو تفسير يؤيد الأولى تأييدي تفسيري كم دك هذا قال آدم وحواي دابيو بعضكم لبعض عدونش دك أمري معاشو لسر عردو بانو أوانا عداوة دكان فإما يأتينكم مني هدى كتاب ورسول وش كتاب ورسول تانلو هاد أي بني آدم فمن اتبع هدى فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة أو تبعيتي من بكات وتبعيتي كتابي من بكاء تبعيتي في غنبري من بكاء فلا يضل ولا دنيا ولا يشقى في الآخرة أقر دقى الشيطان دابي كاش شيطان رسولي لشيبو كان تبعيتي رسولي دكا ومن أعرض عن ذكري أبي وازش بيني عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الهدى الذاكري لي كا كا أو هداش كا كا طبعا أمني ببيرة أجر هدايتي بي أمني ببيرة كوازي لهدايا هنا معنى وازي لذكري من هنا وازي لهدايا هنا هدا سبب الذكرية معنى خواد فرمي ومن أعرض عن ذكري مسبب فرمو مقصدي في السبب كذا كهداية ومن أعرض عن الهداية أو الداعي إلى عبادتي يعني معنى ومن أعرض عن ذكري معنى عن الهدى الداعي إلى عبادتي معنى هدى هداية هداية سبب كارة له عبادتي من أوش باصل عبادتي من دي أقل واي كان فإن له معيشة ضنكا جيانة ضيقا جيانة ضيق أخوش هي مصدر بري خباك زين ملا ساتيش فرو فإن له معيشة ضنكا معيشة ضنك نية ضنك مثلا مصدرها معيشة نامت ضنك صاحب ضنك شيء مصدر نصب به وشي رجل عدل إلى مبالغة يعني معيشتك هند ضنك ناخوش كذا هند ناخوش كذا كأنه معيشتك بخو ناخوش يعني ولذلك يستوي في المذكر والمؤنث وقرئ لنكا لنكا وشي سكراي معيشة لنكا بألف مقصورة وذلك أولو معيشتك لنكا لأن مزامع همه بلي إيه مقصده ومطامع نظره تمشاكرني تكون إلى أغراض الدنيا بلي إيه هل مقصدي الدنيا هل مقصدي الدنيا عندي مقصده خويلي ناكبي خويلي ناكبي إذا عشتون دكان شتي بكرة أو شيل الشركة أفريقية أبو بيشا. بلي. سون ما تشتيله بكرم لكاورة ناني لبيشا غدا أنا بوخوا. فارش اللي دايك ده المعملة ده داي جناو. أو زاري أو روي فارش اللي دايش ده المعملة دو كذود زار سه زار وازيل فارك هنا لبر معملة. بلي. أو معيشتي لنج أو هاك عبرا عندي مرض دنيابي مرض دنيابي. ويلي دين نخوي دمينة نخواردني دمينة دائما خيارات وخطرات وأفكار عمو الدنيا متعالكا على إزنيادها خفتتي خفتتي أدي خفتتي كابرا دري والله هو أو نقول قصر شي اللي كن خسري من كذيها فنزامة اللي من دورة من لبهندي بينهم دقوي تكتوا لا لا قصر كي أو هاي أو هاي لدي يك لوخو وضعي خوش بي أو خفتي دخوا عزوديتي ببي بي تشتوي لهم شتي عالم باش تربي ماري لهم عالمي بتربي دورة من تربي سيارة كتئي وشي إيوي نبي تربي لي وشي إيكز نبي قصر قصوري إيوي وشي إيكز نبي خائفا على انتقاصها دائما دا ترسي دا سراكي كل مبيتوا أوهم لخلاف إيمان دار ونيا إيمان دار در إخوة الحمد لله ودي داي تمن أم في رازمة أوي بمدية نمدية لمبستيني بعمنا وعشي في السراء والله الرأ لقرتوما مؤمن دري زور باكا ألا بذكر الله تطمئن القلوب بخلاف المؤمن الطالب للآخرة ما دنيا سنية كرة دنيا سنية خدار الزانية دار الامتحانة مع أنه تعالى قد يليق بشؤم الكفر دقال عندش دقال عندش زور زار هي كابر الدنيا دارش كافرش وضع خرافة كافر هي درو ذكرى فقيرة ويوسع ببركة الإيمان أو مؤمن إيمان دار الدنيا كشي باشر دبيلي
كما قال تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة والدنيا كشر ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أي وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أقر بجي توراة إنجيل يمكن ما قد تعالى وزي خور ذكر ذكر بل تنشي إلا أمر إخوائي تعالى درس الخوا الدنيا كشي ندامي أقر دنيا يبو دورة ما ندبو دنيا كتسنيا أقر دنيا ينبو أو دنيا شي نبو قيامتي شي نبو ولو أن أهل القرى آمنوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيه لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أو شهر هوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الآيات أو أنا عموي هم الدليل اللي سأل عندي يعني إخوان الدنيا وزي إنسان مسلمان مرتعدك كافر هل لنا خوشي دا أقر ببيني دور من ديش دور من دكيت سنيا وقيل دري معيشة الله أوي هو النريع والزقوم في النار أو خيساوي زحنميا ينددني وقيل عذاب القلب ونحشره يوم القيامة أعمى حشري دكم روج قيامتي حشري دكم بكوري أعمى البصر أو القلب ياندري كوريا تساوي كوريا يو أيد الأولى تأيدي أول دكادك تساوي كوري دايا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أديام الذين يتساوي من أبو لو أيستاك أمن بيتساوهم هو معنى ديار هذا كوريا تساوي ده وقد أمالهما حمزة والكسائي هردو أعمى دين أعمى لو لأن الألف من خليبة عن الياتي ألف من خليبة لابن يش إمالة ذكري وفرق أبو عمر أبو عمر قوتيتي أبي أول قيدناك بأن الأول رأس الآية إيه ومحل الوقف فهو جدير بالتغيير أوي إمالة بك بس أوي ناون دي أعمال ناون دي إمالة مكة قال كذلك مثل ذلك فعلت كذلك أوها أوها أتتذكر ديا أوها ثم فسره فقال أتتك آياتنا واضحة نيرة فنسيتها آية من دلوها تقول لبير تسولو فعميت عنها وتركتها غير منظور إليها وكذلك مثل تركك إياها اليوم تنسى أو ركش لبردسي تترك شيء ونعشره يوم القيامة أعمى ونعشره وما نخن دوا وقرئ بسكون الهاء على لفظ الوقف ونعشره وبالجزم ونحشره عطفا على محل فإن له معيشة عطفا لسر محل فإن له معيشة ممكن لأنه زاب الشرط ونحشره يوم القيامة أعمى أعمى البصر أو القلب يؤيد الأول قال ربي لم حشرتني ما وقد كنت بصيرا وقد أماله مع حمزة والكسائي لأن الألف من خليبة عن الياء وفرق أبو عمر بأن الأول رأس الآية ومحل الوقف هو جدير بالتغير قال كذلك أتتك إميت الذي فعلت أو إشيك كردد لمن عندي أبو تنشي آياتي من دلوها أتخذ كورك أتتك آياتنا واضحة نيرة فنسيتها فعميت عنها وتركتها غير منزول إليها وكذلك أي مثل تركك إياه وشيء تشتركتك اليوم تنسى أورج نبيل الدسي تترك في الحمى أو الحذاب صدق الله العظيم.